بسم الله الرحمن الرحيم. هل تعلمون أن خل منتجات الغذاء الميزان هو واحد من أجود أنواع الخل، وهو ينافس ويضاهي أجود أنواع الخل في العالم الذين يصنعون الخل منذ أكثر من 150 عاما؟ السبب في ذلك واضح، جودة المنتجات. في الحقيقة أذكر أنني مرة كنت في المصنع وكنا قد استلمنا شحنة من التفاح، وفي هذه اللحظة زارنا بروفيسور في الجامعة، فعندما رآني قال: جميل، أنت مجنون. قلت: لما تنعتني بهذه الصفة؟ قال: ليس هذا التفاح الذي يضعونه في الخل. قلت: أي تفاح يضعونه؟ قال: هناك تفاح نخب ثاني وثالث، ممكن يكون مدود أو مسوس أو مضروب أو كذا إلى آخره. قلت له: يا دكتور، نحن لا نعمل هذا العمل. أنا شخصيا رجل حساس جدا للطعام، إذا لم آكل الطعام على أعلى مستوى من النظافة والإتقان فلن أطعمه لغيري. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك أجود أنواع التفاح، النخب الأول من التفاح الذي تشتهيه لضيوفك، نحن هذا النوع هو الذي نصنع منه التفاح. وهل تعلمون أننا نصنع الخل بجودة وبطريقة عالية جدا جدا جدا؟ فإضافة إلى نوع التفاح الفاخر الذي نستخدمه، فإننا نحرص ألا يدخل أي جرثوم آخر مع الخل. لماذا؟ كثير من الناس لا يعلمون هذه المعلومة. عندما يكون لدينا خل متعفن أو مسوس أو مدود، هذه الجراثيم المتعفنة التي تسبب العفن ليست هي الجراثيم التي تخلل الخل. الخل يتخلل بعصية جرثومية واحدة هي عصية الخل، وتكون موجودة في أفخر أنواع التفاح. أما هذه الجراثيم الأخرى فهي جراثيم تنافس عصية الخل على غذائها، وهذا يؤدي إلى نقص تركيز الأسيتيك أسيد، ومن ثم انخفاض جودة الخل. ماذا عملنا؟ طورنا طريقة بالتعاون مع الجامعة الأردنية، استطعنا من خلالها أن نعمل تعقيما كاملا وإيراديكيشن، أي استئصال تام لكافة أنواع الجراثيم إلا عصية واحدة. ولذلك بالفحص المخبري وقبل أن نقوم بإدخال التفاح إلى عملية التخليل نختبره، فنجد أنه معقم تماما من أي جراثيم، ولا نقي إلا جرثوما واحدا هو جرثوم عصية الخل الطبيعية. سبحان الله، ونحصل بذلك على أجود أنواع الخل بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. هل تعلمون أن الحصول على أجود أنواع الخل بتركيز عالي من الأسيتيك أسيد يتطلب وجود كمية عالية من السكر في التفاح الذي يستخدم في عملية التخليل؟ ولذلك نحن وضعنا نظام آيزو عالي جدا نستخدم فيه ونقيس مباشرة التفاح قبل استخدامه، فإذا كان كمية البريكس والسكريات بداخل التفاح أقل من 17 فنحن لا نستخدمه. والتفاح العادي الموجود في السوق عادة بين 13، 12، 14، ولكن لا يوجد ما يضاهي تفاحنا لأننا نزرعه بأعلى درجات الجودة ونحصل عليه من أفضل أنواع المزارع بإذن الله سبحانه وتعالى، ويكون تركيز السكر فيه تركيزا عاليا. كما تعلمون أن السكر في المرحلة الأولى وتحت تأثير الساكروميوسز اللي هو نوع من أنواع الفطريات يتحول إلى كحول، والكحول مع إدخال الأكسجين يتحول بإذن الله سبحانه وتعالى إلى خل بوجود عصية الخل. ونحن نعمل كنترول، تحكم دقيق جدا بالمرحلة الأولى لتحول السكريات إلى كحول، والمرحلة الثانية التي يتحول فيها الكحول إلى الخل. وهل تعلمون أن خلنا نقي جدا من الكحول؟ لماذا؟ لأننا نبقيه فترة 8 شهور في البرميل وهو يتعرض للأكسجين. والحقيقة أنه بالرغم من أننا قادرون على تسريع عملية الخل والحصول بطريقة صناعية على الخل في أسبوع واحد، إلا أننا نرفض ذلك ونريد أن تحدث عملية التخليل بشكل طبيعي موزون كما خلقها الله ودون أي تدخل من الإنسان.
نحن نؤمن بقول الله سبحانه وتعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. فحتى عملية التخليل التي خلقها الله بواسطة عصية الخل هي تتم بشكل طبيعي موزون، لا نريد أن نتدخل فيها، ونريد أن يتم تحضير الخل بنفس الطريقة المنزلية العادية، فنحصل بذلك على أعلى تركيز من الأسيتيك أسيد وأجود أنواع الخل. ومن ذاق خلنا أدرك أن خلنا هو الخل، وطعمه ولذته لا تقارن ولا تضاهى بأي نوع من أنواع الخل الموجود في كافة أنحاء العالم، حتى ذوي الشهرة العالية من أنواع الخل. تابعونا في الحلقة القادمة، سنتحدث عن جودة منتجاتنا المتعلقة بالزيت وكيف نحصل على أفضل أنواع زيت الزيتون، فتابعونا وكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Do